أحداث حقيقية بيوثقها لنا فهد حسن. المس الشيطاني مصطلح شائع في جميع الثقافات على مر العصور، وفي ناس كتير بيعتقدوا فيه، بل في ناس كتير جدا بتشوف ان اي عرض او مرض نفسي هو نوع من انواع المس الشيطاني. وعلشان كده جمعنا لكم قصص حقيقية حصلت لناس بالفعل قالوا ان هم تعرضوا لمس شيطاني. مجلة ديرز دايجستيف الأمريكية رصدت حالات حقيقية لناس ادعوا التعرض للمس الشيطاني واستعرضت عدد من القصص دي، وبدورنا بنقل لكم الحكايات زي ما اتكتبت واتحكى عنها من أصحابها. سنة 1778 خياط إنجليزي اسمه جورج لوكنز، الناس لاحظوا عليه في فترة ما انه بيتصرف تصرفات غريبة، بيبقى قاعد بيشتغل ويضحك مرة واحدة او يبكي مرة واحدة، ويسيب الشغل اللي في ايده ويفضل يكلم الحيطة او يفضل يكلم الفراغ، وفي الغالب بيخرج منه اصوات غريبة غير بشرية زي ما وصفوا الناس اللي كانوا حواليه. جت ليلة واعلنت كنيسة تامبل في بريستل الانجليزية عن شعيرة دينية ما زي احتفال ديني، وساعتها حضر الناس كلهم للمباركة وكان جورج منهم، ومع لحظة الصلاة بدأ جورج يكسر في كل حاجة حواليه ويضرب الناس ويزوم بأصوات مرعبة رعبت كل الحاضرين، خلى 7 من كهنة الكنيسة يتدخلوا على الفور ويسيطروا على جورج الخياط ويبدأوا معاه جلسة استكشافية لطرد الروح الشريرة اللي سيطرت على جورج. وبالفعل بعد 4 ساعات متواصلة قدر السبع كهنة انهم يتمكنوا من طرد هذه الروح من جسد جورج وتم شفائه. لو حالة جورج انتهت نهاية سعيدة فخلينا اقولك ان دي من النوادر، لان اغلب الحالات دي بتنتهي نهايات مأساوية للأسف بالموت او الجنون على اقل تقدير. تعالوا نروح لحكاية السيدة جوتلين ديتس. في قرية هادية في الريف الالماني لاحظ اهلها سنة 1842 إن بيت السيدة ديتس صاحبة 28 سنة بيطلع منه أصوات مرعبة. بعضهم قال إنهم سمعوا صرخات، والبعض قال إنهم سمعوا حاجات بتتكسر. ولما الموضوع زاد عن حده والجيران بدأوا يخافوا سألوها عن السبب، قالت إن بيتها مسكون بالأرواح الشريرة والعفاريت، وساعتها وقعت من طولها فقد الوعي وراحت في غيبوبة زي ما أهل القرية قالوا، وكان منهم اللجوء والاستعانة بخدمات قس كنيسة القرية اللي بدوره تدخل وزارها في بيتها وقدر يفوقها. وبمجرد ما حاول يعمل جلسة استكشافية على السيدة ديتس الأمور تطورت وخرجت عن السيطرة وتحولت لوحش عنيف، ودفعته وزقته وقع على ظهره، قام وقومها، قدر يسيطر عليها ويربطها، وفضل سنين يحاول يعالجها. وبيقول القس خلال السنتين تحديدا اللي كان بيعالجها فيهم عمل كل ما في استطاعته وطبق كل الطرق الممكنة والغير ممكنة علشان يحاول يطرد المس الشيطاني اللي مسيطر عليها كان في جسمها بالكامل. وكل جلسة كانت الأمور بتتعقد أكبر وأكتر، يعني مثلا مرة كانت تتقيأ دم، مرة تانية تقطع شعرها، مرة تانية تخلع ضوافرها، وحاجات تانية مؤلمة وبشعة الحقيقة. وفي نهاية العامين ماتت السيدة ديتس. فاكرين إيميلي روز؟ فيلم إيميلي روز هو واحد من أقوى الأفلام عن طرد الأرواح الشريرة من الجسد، Exorcism of Emily Rose، فيلم من الأفلام القوية جدا والمرعبة جدا جدا. خلينا أقولك لو اتفرجت عليه أو لسه هتتفرج عليه، هو بيجسد حالة طرد روح شريرة من فتاة وتسببت في كوارث أثناء محاولات طرد الروح الشريرة. فيلم Exorcism of Emily Rose فيلم مبني على أحداث حقيقية بالكامل. تعالوا لجنوب أفريقيا سنة 1906، ففي حي من أحياء مدينة جوهانسبورغ اكتشف الناس أن كلارا جيرمان سالي صاحبة 16 سنة بتقدر تتواصل مع الشياطين. طبعها اتغيرت، بقت منعزلة، ولو حد بس كلمها بتتعصب عليه وبتضربه ضربة تكسر له دراع أو رجل بمنتهى السهولة. الأهالي وصفوها أنها اكتسبت قوة خارقة بسبب تسخيرها للشياطين. مع انتشار الأخبار عن كلارا وصل الأمر لكنيسة الحي، وتدخل 2 من الكهنة علشان يحلوا الأمر، وبدأوا يرشوا ويمسحوا وشها بماء مقروء عليه حاجات، جسمها اترفع لفوق لحد السقف وحضمها اتكسر، وقعت على الأرض فقد الوعي، تم نقلها للمستشفى وفضلت تتعالج 5 سنين لحد ما خرجت سليمة بدون مس. الواقعة سببت لها كسر مضاعف
الكهنة عالجوها في مكان ملحق بالكنيسة، وكان سقف المكان مرتفع جدا، فلما ارتفعت في السقف وقعت، ده عمل المشكلة وبقت طول حياتها عايشة مشكلة في كتفها. وإلى عام 1994 بدأ مايكل تايلور الدخول في نوبات اكتئاب متكررة وعزلة. لاحظت زوجته وأولاده الخمسة تغيير كبير فجأة، ساب الشغل بدون سبب، بقى يقعد في القبو المنزل بالساعات ثم بالأيام، وده خلى زوجته تبحث عن مساعدة. قدرت توصل لراهبة اسمها ماري روبنسون، عندها 21 سنة. تدخلت ماري وقدرت تقعد مع مايكل تايلور، وفي أثناء الجلسات دي كان مايكل بيتعرض لنوبات صرع، وبعدها يفضل يصرخ بكلام غير مفهوم، لدرجة أن مرة أثناء جلسة من جلسات ماري مع مايكل قام بسرعة جنونية، راح المطبخ جاب سكينة وقتل مراته واللي كانت حاضرة الجلسة معاهم. وبرغم كده لم تتم إدانته بحجة أن طقوس طرد الأرواح الشريرة حولته المجنون، وتم إيداعه في مصحة نفسية. وإلى عام 1914 ميلاديا تحديدا في عاصمة سلوفاكيا، كان في راهبة في دير صغير اسمها مارسيكا إيرينا كورنيشي، كان عندها 23 سنة، كان ليها تاريخ مرضي مع الفصام، خفت وشفيت منه وهي عندها 19 سنة. لكن وهي في سن 23 بدأت تقول إنها بتسمع شياطين جوه الدير بيحاولوا يخلوها ترجع عن التدين، وإن أصواتهم مزعجة وصاخبة ومخيفة وعالية مفيش بشر يقدر يتحملها. حاول بعض الكهنة التدخل لعلاجها، وخضعت مارسيكا لجلسات متكررة لطرد الأرواح الشريرة، لكنها ما استمرتش كتير لأنها ماتت بسبب الاختناق والجفاف، وطريقة المعالجين ليها بالحبس والتجويع والعطش وتكميم النفس. ماتت مارسيكا بعد أسبوع من بداية الجلسات. النهاردة في أحداث حقيقية، بعض المقتطفات اللي أخذناها لحضراتكم بنثبت بيها أن موضوع طرد الأرواح مش في مصر بس، مش في الوطن العربي بس، ده موجود في العالم كله. خلصت حلقتنا النهاردة وسهرتنا، يا رب تكون حازت على رضا وإعجاب حضراتكم. ما تنسوش الاشتراك في الجروب الخاص بينا عيلة أحمد يونس، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، ياريت كلكم تنورونا علشان بيبقى فيه دردشة وتواصل بيني وبين كل أعضاء الجروب. طبتم وطابت أوقاتكم وليلتكم سعيدة، وتصبحوا على ألف 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 خير. بحبكم جدا جدا، سلام عليكم.